هل ستسفر قمة اسطنبول المنعقدة اليوم عن نتائج فعلية تجعل مخرجاتها مطابقة لمدخلاتها؟ سؤال يطرحه المعلقون آمالهم على اللقاء الرباعي غير المسبوق بين اردوغان وبوتين وماكرون وانجيلا ميركل، وذلك لإيجاد طريق يؤدي نهاية الأمر إلى إخراج السوريين من دوامة الصراع المستمر منذ سنوات عدة. فالدول المشاركه حضرت للقمه منذ فتره طويله وعقدت من اجلها مشاورات جانبيه تقريبا لوجهات النظر وتداركا لاي صدام بين الرؤى لطريق الحل السوري فاختار المشاركون تركيا كوسيط يمكنه ان يمسك العصا من المنتصف بين روسيا حليفه نظام الاسد والمانيا وفرنسا اللتين اكدتا اكثر من مره في الموقف المعلن على وجوب تفعيل عملية سياسية تقصي الأسد عن السلطة. إعادة الإعمار واللاجئين هي أولوية موسكو فيما تعطي ألمانيا وفرنسا الأولوية للجانب السياسي وتدويل اتفاق سوتشي حول إدلب. وتجمع تركيا كل هذه الجوانب في موقفها من الأزمة السورية. كما أن تشكيل لجنة لصياغة الدستور حاضرة في أجندات القمة، وذلك ما استدعى حضور ستيفان دي مستورا الذي يأمل أن يحدث نقلة في ملف صياغة الدستور قبل أن يترك ولايته أواخر الشهر المقبل. ويأمل المشاركون أن يكسروا جمود الملف السوري وإيجاد محطة يلتقي عليها المحوران المعنيان به، محور أستانا والدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، والمجموعة المصغرة التي تضم الولايات المتحدة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية. أطراف مراقبة تقلل سقف التوقعات حول جدية مخرجات القمة بسبب غياب الموقف الأمريكي والإيراني منها، ولا سيما أن هذين اللاعبين منخرطان في عمق المشهد السوري عسكريًا وسياسيًا. ولكل منهما اجندات تتناقض مع النقاط الرئيسيه التي تبحثها هذه القمه